كشفت والدة جنى مقداد نجمة قناة طيور الجنة أن ابنتها سترتدي الحجاب قريبا، مؤكدة أنها خطوة لابد منها، وذلك في مقطع فيديو أجابت فيه أم الوليد عن أسئلة الجمهور، كما كشفت فيه عن عمرها الحقيقي. وقالت ردا على سؤال حول الحجاب: إن الحجاب شيء جميل، والحجاب بيظهر جمال المرأة، الحجاب يزيد الجمال ونور. وهنا تبع وليد سؤاله عن جنى أنها سوف تتحجب، فردت والدة جنى أنها عندما تبدأ جنى بالتكلف سوف ترتدي الحجاب. ووجه المتابعون العديد من الأسئلة الأخرى حول جنسية أم الوليد وظهورها في مقاطع الفيديو. قالت أم الوليد إنها من أصل فلسطيني ولكنها تحمل جواز سفر أردني وجواز سفر تركي، وتعيش الآن مع أسرتها. أما عن رأيها في الانتقادات التي توجه لها بسبب ظهورها في الكثير من الفيديوهات والأغاني، قالت إنها شخصية مشهورة ومن الطبيعي أن يكون لها العديد من الأعداء الذين يوجهون لها الانتقادات، كما أنها قدمت الكثير قبل طيور الجنة وعملت بجهد مضاعف من أجل تحقيق الوصول إلى النجاح والعمل. كانت قد انتشرت صورة لطفلة طيور الجنة جنى مقداد أواخر العام الماضي وهي ترتدي الحجاب، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات: ما إذا كانت الطفلة جنى قد تحجبت أم لا، خاصة وأنها لا تزال في سن صغيرة بالنسبة لهذا القرار. خالد مقداد في العناية المركزة، وهذا ما قاله عصومي عن حالته. قام نجم طيور الجنة المعتصم بالله المقداد بنشر صورة على حسابه الخاص في موقع تبادل الصور انستغرام، وظهر في هذه الصور برفقة والده مؤسس القناة خالد المقداد، وأرفقها بتعليق أشار فيه إلى مرض الأخير، وكتب المعتصم على الصورة: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تشفي أبي وحبيبي ورفيقي خالد مقداد، وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن ترده إلينا سالما معافى يا رب العالمين. يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماوات، ادعو له يا حبيبي. ويذكر أن المعتصم بالله قد نشر قبل هذا صورة ظهر فيها مع والده أثناء ركوده على سرير المرض في البداية، حيث كتب عليها: اللهم رب الناس أذهب البأس وأشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يمدك بالصحة والعافية يا والدي يا حبيبي. ونشر قبل عدة أيام مقطع فيديو أكد فيه على أن هذا سيكون أول شهر رمضان يمضونه من دون والدهم. وتحدث في فيديو آخر حيث قال: بابا تعب بزيادة وحاليا يركض بالعناية المركزة، بس حالته مستقرة وأموره تمام ومستقرة وعلى جهاز التنفس، وإن شاء الله ما في خطر، والدكاترة عم يطمنونا والرئتين عنده تمام، لكن إن شاء الله خلال الأيام القادمة بطلع من العناية وبدخل غرفة عادية. وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء بعد أن تداولت العشرات من المجموعات وصفحات الإخبارية خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد مالك ومؤسس شبكة قنوات طيور الجنة الفضائية. ونشرت عدد من الصفحات على المنصات الاجتماعية نبأ وفاة خالد مقداد متأثرا بفيروس كورونا كوفيد-19 الذي تم تشخيص إصابته به قبل عدة أيام ونقل على إسرها للعلاج في المشافي الأردنية. مروة حماد، هنتكلم في الفيديو ده عن مروة حماد زوجة الفنان خالد مقداد. من هي مروة حماد؟ مروة حماد هي زوجة خالد مقداد، وهي أم لستة أبناء وهم الوليد والمعتصم وجنى وجاد وإياد، تبلغ من العمر 42 سنة.
تعمل مروة حماد كمخرجة في قناة طيور الجنة، والتي هي ملك زوجها خالد مقداد، وهي قناة فضائية متخصصة في الأطفال، حيث أن لها شهرة كبيرة في العالم العربي وسط الكم الهائل من القنوات الفضائية، لكنها تميزت بالمحتوى الجميل الذي تقدمه والذي يعجب الأطفال وأولياء أبائهم كذلك. تم تداول في هذه الأيام جنسية مروة حماد كويتية وديانتها مسلمة، وكان قد دشن خالد مقداد فرقة طيور الجنة الفنية للأطفال عام 1994 في دولة المملكة الأردنية الهاشمية، وأنتج العديد من أغاني الأطفال، وحققت تلك القناة فوزا هائلا، وقد كانت دافع شهرة أولاد خالد في طفولتهم وحتى اليوم. وانتقد البعض وجود أولاد خالد مقداد في القناة وحمل زوجته، حيث قال البعض في تهكم على خالد مقداد، مشيرين إلى أن خالد مقداد لا يود غير أبنائه في القناة، لذلك يظل في ولادة المزيد حتى توجد القناة متواصلة بجهود أسرة المقداد. خالد مقداد صاحب طيور الجنة بصحة جيدة، ونفى خبر شائعة وفاته. قبل ما نبدأ الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. خالد مقداد هو ذلك الخبر الهام في الساعات الأخيرة، حيث تدهورت حالته الصحية وذهب على إثرها للمستشفى، ووردت تقارير بأنه بالعناية المركزة، ووردت إشاعات حول وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة، إلى أن عائلته نفت تلك الإشاعات وقالت إنه يتماثل للشفاء وأنه بصحة جيدة، مما طمأن جمهوره العربي في كل مكان، حيث يمتلك خالد مقداد شعبية رائعة جراء إنشاء قناة طيور الجنة للأطفال التي تعمل على العرب سات بالوقت الحالي. وحققت قناة طيور الجنة 23 مليون متابع على يوتيوب فقط، والعديد من المتابعين على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وله شعبية رائعة في تلك القناة لأنها قناة تحث على الخصال الحميدة وتبث القيم الصالحة في نفوس الأطفال في الوطن العربي. وسعى خالد مقداد لنقل الأناشيد والدروس والكليبات الهادفة باللغة الإنجليزية أيضا بجانب اللغة العربية، وكذلك اللغة التركية والفرنسية والعديد من اللغات، من أجل جذب المزيد من المتابعين. وقد نشرت قناة طيور الجنة على يوتيوب فيديو لخالد مقداد تطالب بالدعاء لصاحب طيور الجنة والتمني له بالشفاء. في سياق آخر،